ما بعرف شو هو ستيب عندك؟ لا يا زلمه حضرت حالك يا زلمه حضرت اليوم يا زلمه حضرت حالك الله تعال تعالي حياتي تعالي حياتي تعالي فرحان شو وين رايح؟ المحاضرة؟ لكن المحاضرة اسم تعالي اسم اياك رابع تركس معنا المحاضرات بالطعميش خبز اسم بلعبش تركس معنا يلا بالهنك فرحان؟ نفس أركيبي اسم حسابي يا زلمة وشو بتسوي على جروب شاتسي؟ كجفناكي مش شي بعدين قال صحيح سحبوا منك الفرشة اللي بالمكتب ايه؟ ولك انت تقرا فيش؟ زنخين تعرفه؟ يسعد الله انا يسعد الله انا اموت انا يسعد الله انا اموت انا مين arterial blood pressure يساوي التوتال peripheral resistance مضروبه في الكاردياك اوت لما زيد عندنا التوتال peripheral resistance هتعمل لنا ال HTN دكتور؟ نعم ايش يعني HTN؟ Severe disease بتزيد عندنا التوتال بريفرال ريزيستنس شو؟ ما تقوليش علي هايبرتنشن يرجع الموضوع نعم صارت عندنا التوتال بريفرال ريزيستنس بتزيد HTN البريفرال ريزيستنس تنتج عندنا من الارتريولز عشان نتحكم بالتوتال بريفرال ريزيستنس احنا يا بنعمل فيزو دايليشن او فيزو كونستريكشن للارتريولز الميجر ريزيستنت بتصير في عندنا بالارتريولز بالارتريولز بصير عندنا ميجر دروب للارتيريال بلد بريشر جوا الارتريولز وبعديها بفوت على الكابيلاريز بكون البلد بريشر الهيدروستاتيك لسه عالي شوي بس وبعدين بعد ما دخلت عندنا صار عندنا الاكسسيلر فلويد بصير في عندنا شوي برجع عندنا حوالي 90% بروح مع البلد بضل 10% برجع مع الليف بنحط تكون 3 لتر عادة باليوم برجع بالليف وبتفرع على الفينز الفينز برجع على السيركيليشن كثير عادي ترجع للبلد حالة البلد كم طبيعي لازم نحط عندنا يكون عندنا الفوليوم زاد فوت لا يزيد ولا يقل عن حد مهم لازم تستعد الكبيرة الكويس من الجسم يعني اذا خلص بتعمل مثل الكارديك عليك مياز اشياء كثير بتفوت لازم تفوت بعدين ال بس افر لحظة وصل الموضوع هيك نرجع موضوع ثاني نعيد القصة من اول نعيد تطلع معنا اورطة هاي البشر بعدين بفوت بنزل بالارتريز بس مو ميديان بالميديان سايز ارتريز بعدين بفوت سمول ارتريز ارتريوز ميجر ريزيستنت بالارتريز اليوم برجع طيب المحاضرة بقدونس ايش؟ الثلاجة الدرج الثاني الثالث جمع بندورة يمو اخوي يعني او اخو بالدار هيو مرمي وخلف وقبال عند كناينك يا الله ماشي يماش الدكتور بدبك حواجبي والله ما بحبنيش كيف؟ بدهم يطهروا ابن خالتي شعاب؟ خالتي زهيرة جاية على الحفلة حفلة الطهور؟ طب طهروا يمه أنا شو أسوي لكم؟ كيف؟ جارتنا جاي؟ يلا جاي يلا بس نخل المحاضرة يمه أجا الدكتور سلام يمه الكربون بيكون بالفينز اقل من الارتريز بيكون زياده عن هلا بيكون بالسيلز دخل على شويه كربون دايوكسيد جوا السيلز ماشي طبيعي تاكد من الرزق دكتور نعم نزلت علامات البيهيفورال شو؟ والله بالفاير وقاعدين يا معلم وطبلت لك اياهم لعبه تريكس اقسم بالله حسام باع علينا باع علينا باع علينا خلي اقول لك السولف لا هذا الشريك ما فهمش عليك انا ايش افهم ايش اعمل خلي اصرف لك هلا صرت في الصفاري يا زلمه اسمع يا زلمه اللي وصلني خبر من الشباب اليوم الدكتور باقي طالب حضور غياب معك كالعاده
طيب الشباب موقع عندك جلتوني صح؟ بس انت زقطت والله ولو الشباب ما زطنا بالقصة فدكتور مش عارف يتوقعوا عني انا ايش بخلي الشباب اللي وقعت زي ما قلت لك فيش حرمان فيش حرمان فيش حرمان ليش تخليه وقع فيش سمكة فيش حرمان الدكتور قال هذا السرسري بدنا اياه هذا السرسري بدنا اياه قال السرسري ولا قال بدنا اياه فيش حرمان فيش حرمان ما انا بقول فيش حرمان فبده اياه خلص اسمع لا تروح لا تروح اسمع وقع عني يعني اطلع احضر بالله عليك لا خليني يطلع من المكتب خليه يتسجل قياه اسمع تروح ايش بنروح حاليا تروح شيء من جد روح شوف الدكتور ايش راح ترجع انت طيب تروح اقسم بالله مش مروح خلاص روح تكذب ريحتك روح خلاص الله الله يديم تفضل يعطيك العافيه دكتور يعافيك يا هلا دكتور عفوا بلغوني زملائي انك طلبتني انا هيثم انت طلبتك عشان موضوع الغياب اها نعم انت هيثم انت هيثم انت اي شعب يا ابني انا بشعب اثنين شعب اثنين شعب اثنين انت شعب اثنين هي شعب اثنين شعب اثنين اسمك هيثم نعم اسمي هيثم 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 يا هيثم انت عندك 10 غيابات يا هيثم 10 دكتور 10 يا هيثم ليش بتغيب يا ابني يا هيثم دكتور والله ستي الله يرحمها تطول عمرها والله ستتك تك عمرها صار 104 لك يا هيثم بالكورس هذا يعني مش منطق كمان كلامك والله دكتور بتقدر تقول انه ستي ما اخذتها هواي الله يرحمها لا حول ولا قوه الا بالله لا حول طب يا ابني يا هيثم ليش ما بتداوم يعني انت ما بتعرف انه عندك اساتذه علماء على مستوى عالمي استفيد منهم خذ خبراتهم يا ابني يا هيثم دكتور بس يعني اقول ستي الله يرحمها برضو والقاري واحد والقاري واحد لا حول ولا والقاري واحد يا ابني لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديكم من جي الله يهديكم من جي طيب يا ابني حاول تداوم تقدر تغادر يا ابني ان شاء الله حاول بس داوم يا ابني ان شاء الله داوم تستفيد من الخبرات اللي عندك بالكليه على مستوى عالمي ويكثرك داوم يا حبيبي ان شاء الله داوم الله يسلمك خلص وعد دكتور ان شاء الله يعطيك الف عافيه توكل على الله يهديكم من جيل لا حول ولا قوه الا بالله 10 غيابات ست توفت لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله الله اكبر وصلنا والله اهلا وسهلا بالشباب هلا احلى هاي هذه زمان بكر السكر بدل الحفله لا لا وجهك زبلان حبيبي هاي كل حال اعطيني هاي الكبيره لا والله بدك نحفان والله على راسي انا من طلاق بالبوش قال لي وش صوبت اليوم عند دكتور الكارديو والله يا سيدي العزيز طلعت عليه ايوه اللي بقول لي عليك عشان غيابات فعرضت عليه عرضة ستي زي دايما كالعادة مشيت عليه؟ مشيت ولا ما مشيت شو اسوي؟ مو في حدا بيحضر عنا المهم شلون المهم استنى شوي صحيح اتريهم طلعوا بطبعوا الاسئله قبل باسبوع يا حبيبي اسئله الكارديو لا يا زلمه والله العظيم يا زلمه لما سال الدكتور قال لي قبل بيومين يا زلمه وانت اسمع بدك العنب ولا بدك الناطور انا شفت الاسئله جنب الدكتور على المكتب هي ليش قلت لا اول شيء كنت بسولف لهايل والله اليوم الدكتور ناداني عنده على المكتب مشان موضوع الغياب طلع عندي 10 لسه الامتحان الامتحان تبعوا بكتبوا الامتحان قبل باسبوع لا ولقيت الاسئله على المكتب جنب الدكتور والله شباب كم صار ال 40
التوبة البني والله جنني يا يا تكسر اي نزلت علامات البيهيفورال ايش طبت البيهيفورال لسلامة دخن عليها تنجلي امسك ابو الشمسك لازم قطر الله سي في اس الله سي في اس لا اله الا الله هو انا عارف انا عارف الاجوبه بس الفكره انه انتوا معاي انا عارف بس هيثم اخلص خلاص يعني انا عارف بس برضه من جابه يا مش عارف ما شاء الله عليك والله دكتور هاتي هاي مش عارف ترى الامتحان زفت
واسئلته زفت والناش غيرها الزفت. ما تقول فرحان مناش غيره زبله بنطاق البني ادم بتطيق ولا ما تطيق؟ بدنا نعدي خلنا نشوفه نجيبه. ها جيبه بس المره الجايه كمان تجيب معه قهوه ساده يا زلمه. هاي قطر يا زلمه. نصي نصي وبما انه جاي وجاي قل له جيب باكيت من البور احمر. يا الله شو الزمن؟ ايش معي؟ الو يا فرحان اهلين كيفك؟ الحمد لله منيح. تعالنا قاعدين انا و هيثم وهاي في الدار عندي. لا ما بقدر والله ما بدرس عن شغل والله. دراسة مين يا زلمة؟ تعال تعال يا زلمة تعال يلا تطولش. قول له خليه يجيب معه ايس تي. جيب له ايس تي والمالبورو يا بوس والمالبورو تبع هيثم. يلا تطولش بالله عليك. ما بقدر تفضل تفضل يا فرحان. انت فرحان. هلا وسهلا. هلا وسهلا. هلا عيونك فرحان من اول. فرحان يا حبيبي فتح وجهه شو اخبارك؟ هات عندك الجفيه شيخنا. اقعد اقعد نايس. اقعد فرحان. اقعد يا شيخ على راسي. انا فرحان. هلا فيك. تفضل والله نورت وجودك يا شو كيف دراستك على الامتحان؟ والله مش ولا بد يدوب شيت وسلايد وشوية كتب. لا يا قصر فرحان اقسم بالله انك مقصر. ليش هيك فرحان؟ شو نسوي؟ في يوم ضيعته هيك راح هيك وحد الله. لا يا زلمه ليش ضيعت يوم؟ حدا بضيع يوم؟ ستي ماتت واضطريت اروح عليها. يا ستك ماتت انت؟ اضطريت والله. والله عنده غياب. سحبوني سحب على العزاء. يلا يا سيدي بس انت فرحان؟ اه قديش سكتك في الكلية؟ سكفي. قديش اعلى علامة جبتها؟ اه اعلى علامة. اعلى علامة اه ابكي لك. لا تشكيلي تشكيلي ابكي لك. 38 على العلامة والله. الله ما بتخاف والله يا زلمة. ولك وانت اللي رافع الافرج يا زلمة. انت اللي رافع الافرج حبيبي فرحان. 38 بس يا زلمة بس. فرحان اتق الله في العبيد. في لسه ضايع علامتين. اتق الله في العبيد اللي بتوصوك فرحان. اه سيدي احنا جبنا امتحان السي في اس. المد سرقنا. ايش؟ مالك مالك خذ لك سيجاره تعال اسمع. ما بدخن. خذ خذ ما بدخن. ضيف ضيف ما بدخن. امسك لك سيجاره. انا بوي امسك لك. ولك خذ لك سيجاره وعود لنتفاهم. فرحان فرحان مش انت تقول لي ناوي تكسر عين يمان او بجهيش او شو اسمها؟ يمان شو اسمها ما غير؟ فل شوف سابق ده ما حرام. يا فرحان يا فرحان 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 شوف يا حبيبي انا مش اني يعني بدي انكس بينكم بس كنا قاعدين هذيك اليوم جبعيدي ويا ماكس وابو جهيشي اصحابي هذول. انت مش عارف ما انت مش عارف انت مفكرهم انت مفكرهم اصحابك. انتم شايفين حالهم عليك يا فرحان؟ فرحان لا تقلع عيني. مش معقول والله معقول. فرحان والله الاربعين بجيبتك يا فرحان. ولك هم قاعدين بيحكوا عنك يا فرحان يا حبيبي اقسم بالله قلبي بتقطع من جوا مش قادر اصبر. سولف عنك فما اجت هاي غير يا شباب. يا شباب مش قصتنا الامتحان قدامك هلا. سولف عنك عن جد ما بتحكيش. لازم تكسر عينك يا فرحان. عايشين حياتك ولا شيء بين ريحتك شتات اصلا. ما جد ريحتك شتات. طب يعني مليح تردش عليهم مليح تردش الشتات. هذا هو الامتحان اكيد. عيب يا كبارة 100% هذا الامتحان بضاعة 100% ممتازة. تمام اعتبروا 40 بجيبتكم. اخواني المايكرو بالانتروداكشن كان سي بس هي السنة دي شو دي 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 اسمع بعدين يعني 80% من اللي بحكيه صح. خلاص هذا مضمون ان شاء الله. بعدين اسمع يعني ايش ما صار لو المطبع الجماعة رحمه كلنا مع بعض الجماعة طيب واللي بيغير كلامي بنتفاهم معه بعدين. هسا بدي اخش بالموضوع الثاني اللي هو البيوكيم. زي ما شفتوا المحاضرتين نزلتوا باخر يوم
والكلام هذا ما بيصير، واحنا ما حابين مشينا على كيف. طيب يا اخوان واضحه صريحه سي، واضحه صريحه. طيب يوسف، طيب يا اخوان ارفع 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 اعلى اعلى اعلى. واللي بيجاوب المايكم والله بيبقى على واجبه. اه والله لازم دراما دراما. مية لازم ينزلها، مية مية لازم ينزلها. مش عاجبك هايل؟ حتشوف مين هايل يا دكتور. المرة الجاي مش قاعد غير على اللوج. ورحمة ستي لقطعكم واحد واحد يا اخوات الشلن. والله اكسر عينكم يا مكسات الدفعة وافرجيكم مين فرحان. يلا شباب بلشنا امتحان، اي شيء بتعلق بالمادة حطوا لنا اياه على جنب، التلفونات اغلقوها ومش على الدرج جنبك حطها بجيبتك، اي تلفون على الدرج اعتبره محاولة غش. على جنب الاغراض مش جنبك حطهم على حفة الباب هون يا شباب. أي ولا شيء يكون جنبك، الشنات ما يكون اي في شيء ولا شنطة. نبلش امتحان هسه يا شباب. بعدين لازم دخان ودخلنا امالي وهملنا سرقه وسرقنا وغش وغشينا انا متى هالقصه داري يا زلمه داري والله يا زلمه يا زلمه بقرفك يا زلمه والله بدي اعلم مع حالي يا زلمه بدي اقرف متى السولف يا زلمه والله شكلنا ما إلنا غير الدراسه والله هيك شكله دراسه دراسه شو بدنا دايما دموع 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 دايما دموع 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 دايما دموع 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 دايما دموع 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 دايما يا قلب طارق نشوك توفي تلاقي الناس خانوك دايما ألم دايما عذاب دايما جراح مالك يا مي فرحان مطول على الحالة يا حبيبي مطول خلاص اللي صار صار غير زيك زي غيرك قوم قوم أشوف يلا قوم روح مش قادر مش قادر شو مش قادر اسمع ولا اسمع ما عنديش أنا زلام يكلبوا نفسيات هيك قوم هسا هسا بتقوم والله بس خطأ قوم روح اتحمم ريحتك مش شاممها اسمع ولا قوم اتحمم هسه ولا بنادي ابوك ترى يسخطك يضربك على وجهك هسه قوم يلا ما بدي خلص سيبوني بحالي حكيت كلمه قوم هسه قوم سيبوني بحالي خلص سيبوني بحالي بدي ادخل الغرفه بدي ارجع ما لكيش ولا شيء فاهم الأمهر في السباق بعزمنا
مرحبا دكتور. اهلا يا دكتور، بدي اياك تساعدني. انا مشغول يا ابني. دكتور انا اللي بحكوا علي دكتور. يا ابني انا مشغول. دكتور هاي مش علامتي. دكتور انا علامتي كلها فل قبل. يا فرحان، انت قدمت امتحان وجبت علامه سيئه، انا ما دخلني فيك، انت اللي ما درست، انت اللي ما جبت علامتك. دكتور هي كانت غلطه واحده بس. يا ابني غلطه بس بامتحان، انت غلطت بامتحان ما جبت علامه. لو تقدر تساعدني. انا ما بقدر اساعدك، انت اللي غلطت، تحمل مسؤوليتك. دكتور ركز معي دقيقه بس. لو سمحت انا مشغول. دكتور خليك معي دقيقة لو سمحت. يا ابني انا مشغول، اطلع برا. دكتور حياتي هاي. اطلع برا يا فرحان. دكتور لو سمحت. اطلع برا. يا دكتور. اطلع برا بحكي لك انا. دكتور. اطلع برا لو سمحت. اطلع برا المكتب. يا دكتور مش طالع. اطلع برا المكتب. طالع من هون غير. اطلع برا المكتب. بدي علامتك. علامتك بايدك انت ما جبت علامة. اطلع برا المكتب. لا تدزني لا تدزني. انا قد جبتك، انا بروفيسور بتعمل فيا زي هيك. اطلع برا. اطلع برا طلاب، ما تنصحوا طلاب طب. اطلع برا. لا افصلك من الجامعة ومن التعليم العالي، اصلا الحق علينا بنقبل 500 طالب حمل زيكم كل سنة، اطلع برا، طلاب آخر زمن، ينعنكم. طلعوا علي، طلعوا علي عادي ببساطة، بعدين طلعوا على الكاميرا فجأة واجحروا، اللي بيعرف يرفع حاجة بيرفع حاجة. قاسم اضحك يا شيخ قاسم. قاسم راح بدري. قاسم بنام. يلا 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 كاميرا 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 قلنا كاميرا. وين طلع الكاميرا ولا برا؟ طلع على الطريق. طلع على الطريق. على اساس في طريق قدامنا. لا تحكوا. عصام زي كتفك شوي لليمين. هيك خلي خليك هيك عصام. يلا احكوا مع بعض. فعل فعل. غيروا عدة. اكشن. نشمها. ابراهيم ايش بتسوي؟ انا مش حكيت تفضل انت بتطق. ما هو اول فتقول انت دكتور دقيقة واحدة بدي منك بس. يا ابني انا مشغول لو سمحت اطلع. يا دكتور خليك معي دقيقة بس. يا ابني انا بحكي لك انا مشغول اطلع برا. انا مش مشغول. قبل انت امتحانك عندي ما جبت علامة. يا دكتور اطلع برا. يا ابني انا مشغول لو سمحت عم بشتغل من البحث اطلع برا. زي طيب. ساعدني ارجوك. بقديش بدرس عليك يا ابني؟ اذا اربع مساعدتك انا قدمت امتحان جبت علامة. اها. قول يا
ابني حس حاليا مش بطلع برا. هيك انا جد يا ما كان صح. خلاص يا زلمه شو صدقكم انتوا؟ شو صدقكم؟ شغلت الكوت شغلت الكوت يعني هوايه اربع ستات صاروا ميتات لك يا هيثم. يعني انت عندي اربع ستات مات الكورس واحد مات اربع ستات والله الدكتور ما عندنا هيك مواسم. طيب مش لدرجه بضحك الموضوع لا يا رب لا يا والله يا زلمة أكلنا الكارس يا زلمة أكلنا الكارس هيل مش عارف أنا بديك أنا مع أخطاتي كلها سيئة يا زلمة مش عارف بتكرر بابط ثم الله كيف يا زلمة ليش ما ليش يا زلمة يا هشام مالك؟ 3 رولينج يلا 3 2 1 مشهد التدارك إعادة رقم 3 أكشن يزن بعدين دخان ودخلنا